Actually think you could defeat me. السلام عليكم، معكم أسامة. طبعا اليوم بإذن الله راح يكون المقطع فكرة جميلة جدا جدا. فكرة كالتالي، راح نستخدم بيرك البلود ووردن، أحط لكم على الشاشة دحين وإيش يسوي البيرك. باختصار إذا علقت واحد والبيبان مفتوحة ما حد يقدر يطلع من الجيم، اللي طلعوا من قبل خلاص فاز الجيم، بس إذا باقي أحد في الجيم ما حد يقدر يطلع من الجيم لمدة 60 ثانية. فيعني ايش؟ لو توقت البلود ووردن صح على اخر مثلا 60 ثانية من الجيم ما حد بيتوقع، وتعلق واحد جي جي وحش، كل اللي في الجيم ماتوا. وعشان اضبط الحركة هذه راح امثل اني نوب في البداية. طبعا في خطتين بسويها، يعني جيمين راح يكون ان شاء الله هذا المقطع. الجيم الاول خطة الف، والجيم الثاني خطة باء. خطة الف كالتالي، راح تكون باختصار اني اسوي نينو. طبعا كلها اني اسوي نينو في البداية، لما اخلص اخر محرك بسوي ايش؟ اني استسلمت خلاص، انا ما اعرف العب واستسلمت، وراح افك لهم البوابة وازبن في الزاوية في الكورنر. يروحون السرفايفرز يشفقون علي ولا يهايطون يطقطقون علي وكذا لين اخر الوقت، ويكون عندي بيرك نويد اللي ضربة واحدة اذا فكت خلصت المحركات، واعطيهم بنود وعلق وبس جي جي 4 كيل. وخطة باء لا، من بداية الجيم ألعب لعب وسخ وأتنن، وبقي هذا اللي تنلته عديه فوق بس ما أعلقه ليه ما يفكون البوابات، وأقدر ألحق وهو قاعد يعني ما طيح إلين آخر الوقت، يحاولوا يسيفونه، أصبر شوية بعدين أعلقه وجي جي وحش. كذا أكون استخدمت البلود واردن بطريقة بروفيشنال جدا جدا. وبس هذا اللي كنت حاب اقوله، ان شاء الله ما طولت عليكم، ومشاهدة ممتعة، قيام جميلة لا تفوتكم. اوكي يا اخوان، باذن الله اننا نضبط هذا الجيم. هلا مقطع جيمين حاجات. فما راح نحاول نخلينا مرة منوب، يعني انسان طبيعي شوية يلعب غبي انا زي كذا. نشيل بلا اهتمام. I'll see you dead. استخدم انتو هنا يعني. اوكي. المفروض اني اكسر البلد. ايه زي المنور اكسر البلد. يسوي سوينج يعني مرة صراحة حتى المنوب. لا دي والله حلو، ما عندي جيم ما ادري ايش سويت انا عليه. ما اظن تسويت الجيم الصراحة. من الحين قاعد اتكلم، لو ما هذا لو الجيم هذا مو في اليوتيوب انا قاصد يا اخوان، لا تحكمون علي انا قاصد. هذا كله عشان البلود ووردن
تسويني نوب. ودي اسوي هكتك يا اخواني انا والله ودي. واو كويس انا ما ابغى اجيبها اصلا. كذا منو منو بيخان فوضى هنا منو يعني مشكلة ما أدري كيف راح أصير فكرة إني خلاص أفك كلهم البوابة ما أدري والله قاعد أفكر الآن لأن ما بإندور فا ما أدري ما كنت أبغى إندور ما تكون صعبة نحرك هنا هريكين بعوش بضرب بدري ذي الحين عشان يبان نوب نوب انا مره نوب ده كشاف شيء لازم ما اعطيهم ون ما هو يعرف انهم عندي نويد واضح واضح انها بغلط واضح صدف وكذا طيب هي ذا الثوب ذحينه فراح نكمل ايوه فك البوابة هل يمسيبون؟ ما نبغاهم يطلعون سوي انك نوب مره سوي انك بيبي عظيم ليش كنوت انا مره تمام ان شاء الله هل صحيح يلا جي جي يلا يلا برا يلا صح علي يلا يلا يلا
يلا انت يلا راح يلا اطلع برا يلا يلا اطلع برا يلا فور كي بلود ووردن يا اخوان. راح نفسية الله يعني ما قصرنا صراحة. اوه لوري كانت تسوي ادبت. سوري لوري. يب هذا البلود ووردن. الان خطه باء زي ما شفتوا في الجيم اللي قبل. خطه الف نجحت نجاح باهر اكس يعني بين الف وباء، بس هذه راح تكون تماما باء. نتنل ونلعب لعب وسخ. ما راح يصير سوينج هذه. نضيع. اوكي نعميت عشان ايش؟ ابغى انعمي انا لا اراديا طلعت فوق بس انا ابغى انعمي. ضيع هذه لا اراديا، قصدي دخل اراديا كلجة ما علينا. ايوه 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 كلجات. محتاج واحد يعرف يلعب عشان ما يموت بدري. بحاول اني ما اوكي. وات ايش الباتنج هذا؟ لا ما يبي يخلصون المحرك. اللي ممر نازل عشان ال اهو. ما ولا اقول لك. وصلها ديث هوك ليش لا؟ اللي راح نلحق لين نهاية الجيم يعني. بشوف لارا كرافت احسها تلعب. او رايح فوق توتسيه مرة ثانية فيني. يلا بعطيها على جوا نتأخر عشان نضمن. هنكسر البلد هذه. والله ليش توقعتها صراحة لما مر نازل شكله. اللي بمر نازل جدا جدا. ما راح استخدمه انتو. خلاص الحين لازم نقتلها ولازم يعني بس خلاص بعلقها لان ما هي تعرف. ما هي اللي تعرف تلعب. يمكن الوان الوانية هذيكني. نايس خلنا نروح. يا رب تلعب نيا يا رب. اوصل بسرعة صراحة اول شيء. نضطر نتلعب. اوه تربط اللوب وكذا لا تلعب تلعب. طيب خلنا نحاول نرفع الريتم شوية. كمل سيدة متوقعة. ترمي البلت هذه عادي. لازم اوصلها ديث توك صراحة. هي تعرف تلعب والله لكن مرة الباثنج صعب شوي. الباثنج سيء. I'll see you dead.
طيب سيفوها على طول تنم. اوكي راح اروح لهذه قرنا دثوك فيه. اوكي نايس الحين لازم نتنل. نعطينا جول الآن لأن الآن تأمرنا تمام. باقي تقريبا محرك واحد لازم تطيح. سبحان الله ما أدري ليش توقعت هذا الشيء. Are you trying to make me angry? بس هذي اللي راح نكمل عليها ليه من لازم نسوي حركات زي كذا يعني عشان نخليهم يعني كيف اللي لازم اركز لحين عشان غليظة لكن هم اللي راح يغاضون يعني طيب بترك لحين اوكي خلاص لحين نرجع لها هذي لازم اضيع هذي الحين لا بأتركها لازم ما ألقى الحين لو علقتها الحين نو 4K بلود وردن لو 3K تجي عادي بس اسهل لكن ما في متعه لازم 4K بلود وردن وهم يسيبونها بعدين برجع مشكلة انها واضحه يعني اني خليتها تعيش يعني على اساس اني قاعد اسيب الجيم شوف اخلي المحرك الاخير يخلص على طول نطت نعطيها ام 1 يارب انها تفك ايوه هذا اللي نبغاه خلاص نرجع على طول هنا ايوه فل هيل هذا اللي نبغاه الحين كمان حمراء بس يعني بسوي اني ما اعرف اللعبة وكذا ما راح استخدم الام 2 ما راح اعطي اولوية للام 2 وكذا ما تزبط يعني هي تزبط صراحة لو اني نوب اعطيها فرصة ثانية كذا وثالثة ورابعة طيب جوا لما يخلصون المحرك الاخير وفكوا البوابة بدينا الامور تمام اعطيها على جوا مرة واضح اني اعطيها على جوا
شاء الله ذي باقي هنا، ما ابغى تبعد. ما عليك الشر. You've really become quite an inconvenience for me. كم؟ ما طولوا، كانوا يخلصون محرك من قبل سنين. يلا بقوا يخلصون محرك من كل باب. يلا اسحبكم انت كمان. النود مو شغال. التوتمز كلها كسروها. دول لذلك. طيب لازم ما ندخل طرف البوابة. منعها. نايس. هذا اللي أبغاه. طيب امسكها هنا عشان ما تروح الين ما زلت تقريبا نص اقل من نص الوقت. واو يا غبي. حركة ذي عشان تسوي انك انسان حقير وكذا. في هوك هنا. اوه ماي جاد. طيب مدينة مدينة ان شاء الله. اوكي جيجيز. يب يب طبعا لازم اطيحهم، لو طيحتهم يمر الوقت بشويش. خلاص وينكم وينكم؟ وروني اشكالكم، وروني اشكالكم. اين انتم ذي الحين؟ ها خلاص جيجي روحت، راحت عليكم خلاص. ما في فوز. خلاص ما في فوز. شو الوجه؟ خلاص جي جي وحش. جي جي ستي سوري فور توكس فور. لا خلاص اي هاف تو اكت نوب for BW to work. اوكي زين اوف هذا حق الماتش اللي قبل. يا اخوان لعبت يمكن 7 ايام من بعد ذاك الماتش. والله الصدف مسكين. لا والله I was the lorry. اوه هذا كان اللي يسوي دبت.
والله مقطع بيرفكت يا اخوان. الحمد لله الحمد لله ان ربي وفقني هذا المقطع. مقطع بيرفكت حبكه بلوت تويست كذا اسطوري. نوي اي والله نوي اي والله. بس يا اخوان هذا كان المقطع. يعطيكم العافيه على المشاهده. ان شاء الله ان الجيم عجبتكم وباذن الله اني بنزل جيم. شفت اكثر من واحد طلبني انزل جيم عادي وسكر. اعذروني والله مشغول ماني قادر اركز وكذا. بس باذن الله بعد هذا المقطع خلاص جيم وسكر لعب طبيعي بدون بركات طقطقه وكذا ان شاء الله يعني يكون قريب. وبس يعطيكم العافيه على المشاهده. لايك واشتراك ومع السلامه.